هلا اريد ان اسالك، انطينا تولز من فضلك، ادوات، اشياء ممكن نمارسها للسيطره على هاي الخوف والانكزايتي والقلق اللي ممكن يتلبسنا. مزبوط سمر. هلا الادوات عاده نحن انا كمدربه حياه يعني ابرز شيء بقدر اعمله واشتغله عاده مع الشخص اللي عنده مشكله، عنده الخوف يعني مسيطر على حياته، هو ريبروجرامينج للسبكونشس. سبكونشس او العقل الباطني هو مسؤول كثير عن تصرفاتنا، عن افعالنا، عن مشاعرنا، عن طريقه تعبيرنا. سبكونشس سمر ما بيفهم انه وقت ما نحن نحكي معه، حتى وقت ما نحكي عن الاخرين بطريقه سلبيه، لا يفهم اننا نتكلم عن الاخرين. هو بفكر انه نحن عم نحكي عن حالنا. فكتير مهم الانر مونولوج، يعني الحديث الداخلي، هيدا الصوت اللي براسنا، كتير مهم يكون ايجابي وواقعي. نحن ما بدنا نعيش بالاوهام وما بدنا ايجابيه سامه، نحن بدنا نحكي بطريقه ايجابيه مع انفسنا. فعادة اللي انا بشتغله انه بنبلش ننظر ما هي صدمات الطفوله. نحن مثل اي شخص بالعالم في اشياء مخزنه بجهازنا العصبي، مخزنه بوجداننا، بروحنا، تنعكس على ادائنا، على تصرفاتنا، على خياراتنا، على قراراتنا. هلا قبل ما شي... نعم تفضلي تفضلي. فأهم شيء إنه نحن نعرف شو الماضي، شو في هيدا صندوق الذكريات. طب أنا نمسك يا ليت، ما أنا نمسك مثل ما بيقولوا الثور، ما أنا نمسكه من قرونه، يعني ما أنا نواجه.